بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ مصطفى الصريدي، رئيس المجلس الجهوي لعدو السنافية سطات، نتشرف اليوم بتنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع محكمة الاستئناف تحت شعار تعديل مدونة الأسرة، مبادرة ملكية استجابة لحاجات مجتمعية. ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي تسجيدا للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته حفظه الله يوم 30 يوليو 2022 بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي دعا فيه إلى ضرورة الاعتناء بالأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع. وكذلك تسجيدا للرسالة الملكية السامية التي دعا فيها جلالته إلى ضرورة تعديل مدونة الأسرة استجابة لحاجيات المجتمع، فجلالته يحرص على أن يكون المجتمع مستقرا آمنا، وباعتبار آمنا للمؤمنين، فهو دعا جلالته إلى دعا كل الفعاليات من أجل الانخراط في هذا الورش الكبير، ورش تعديل مدونة الأسرة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا اليوم الدراسي بتوصيات سنرفعه إن شاء الله إلى اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الأسرة. إذن سليمان أدخل، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، نشارك اليوم في إطار هذه الندوة العلمية التي نظمها المجلس الجهوي للعدول وبسطات ومحكمة الاستئناف، في إطار طبعا الحراك القائم حاليا حول يعني مناقشات ومشاورات تعديل مدونة الأسرة. طبعا هناك هيئة مكلفة بالاستماع لكافة الهيئات والفاعلين والمواطنين بشأن تعديل هذه المدونة، وطبعا الهيئة الوطنية وكذلك المجالس الجهوية على صعيد مجمع التراب الوطني يساهمون في هذا الحراك بتقديم مقترحاتهم من أجل يعني تجويد النصوص القانونية المؤطرة في هذه المدونة. والغاية طبعا غاية نبيلة، وتجاوز الاختلالات وتقديم الحلول والبدائل للإشكالات العملية التي طرحها تطبيق النص القانوني على مدى 20 سنة من التنزيل الفعلي لهذه المدونة. سنحضر اليوم المركب الثقافي بسطات للمشاركة في يوم دراسي ينظمه المجلس العدول بدائرة استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات، موضوعه مدونة الأسرة إشكالات التنزيل ورهانات التعديل. هذا اليوم الدراسي تميز بعديد من المداخلات كلها ترمي إلى إيجاد أو اقتراح حلول لبعض المشاكل التي تعترض الممارسين على الصعيد العملي، من قبيل أذونات الزواج، توثيق عقد الزواج، توثيق الطلاق الاتفاقي وما إلى ذلك. الهدف هو الخروج بمقترحات وبنتائج تسهم في صياغة نصوص مدونة للأسرة تفي بكل الشروط والمعايير، مدونة أسرة تصون كرامة المرأة وتحمي حقوق الطفل وتراعي كذلك مصلحة الرجل، مدونة تسعى بكل تأكيد إلى الحفاظ على الروابط الأسرية وعلى تماسك الأسرة. أعتقد أن أشغال هذا المدرسة ستكون مفيدة ومثمرة وستعطي النتائج المتوخاة منها، وأتمنى التوفيق لجميع المتدخلين. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.